السلام عليكم. ثم نصحح التمرين رقم 8 للمستوى الرابع ابتدائي صفحة 82. إذا لدينا العدد العشري العدد العشري 701.5 هو، هل هو 701 زائد 5 على 10 أم 701 زائد 5 على 100 أم 701 زائد 0.5 أم 701 زائد 5 على 1000؟ إذا عندما نقرأ العدد 701.5، إذا جزءه الصحيح هو 701، وجزءه العشري هو 0.5. إذا لدينا هنا جزءه الصحيح 701، وجزءه العشري هو 0.5. إذا نلون هذه البطاقة. ثم لدينا أنه يساوي 701 زائد 15، كذلك نلون هذه. أما هذه فهي تمثل 701 زائد 5 أجزاء من 100، وهنا 701 زائد 5 أجزاء من 1000. هذه الأعداد يمكن كتابته، هذا يمكن كتابته 701.05، لأن 5 توجد في أجزاء المئة، وهذا يمكن كتابته 701.005، و5 توجد في أجزاء الألف. إذا ما أردنا أن نرجع إلى جدول العدد العشري، هنا فاصلة، الجزء العشري، ثم الجزء الصحيح. إذن هنا لدينا الوحدات، ثم العشرات، ثم المئات، وهذا هو فصل الوحدات البسيطة. ثم نأتي إلى هنا الأعشار، أجزاء المئة، ثم أجزاء الألف. نحاول نرسم الجدول جيدا. أجزاء المئة، إذن بالنسبة للمتعلمين يرسمون الجدول بالمسطرة، وأنا دائما لدي فاصلة وأكتب فاصلة أو ألونه بلون مغاير، إذا ما ويجب أن أرسم الجدول يكون لدي لكي أعتمده في حل التمارين. إذا فأكتب 701.5، لدي هنا 5 في 10، إذا هنا يمثل 1 على 10، هنا 1 على 100، وهنا 1 على 1000، أجزاء الألف. إذا لدي 5 في 10، إذا سيكون 701 زائد 5 على 10، ويمكن أن نكتبها 701 زائد 0.5. إذا 701.5 يساوي 701
زائد 0.5 يساوي 701 زائد 5 على 10. وهكذا نأتي إلى نهاية هذا التمرين، وأشكركم على تتبعكم إن شاء الله.